أيضا لجنة الحكام هي يعني من اللجان الأساسية في اتحاد الكرة وفي اللعبة. كابتن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام هيكون معانا بعد قليل، وهنتكلم معاه على الحكام، مستحقاتهم، الأمور بالنسبة لهم هتكون جاية أو عاملة إزاي. طبعا وجود الفار هيسهل الأمور بشكل كبير جدا، ومن يعني إنجازات هذا المجلس هو وجود الفار. الفار الحقيقة هيعمل نوع من يعني الأداء الجيد للحكام بشكل كبير، لأن أنت عندك عامل مساعد، مش هنقول إن الخطأ هيختفي تماما ولكن بنسبة. كابتن وجيه مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، أهلا بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين. أهلا بيك كابتن، اتفضل. أخبارك إيه يا كابتن؟ وحشني. كله تمام؟ كله تمام يا كابتن سيف والله، وبنسعد بيك دايما ودايما داعم للحكام والتحكيم المصري. ربنا يخليك كابتن، ودايما يا رب موفق كده إن شاء الله. مستعد لعودة الدوري؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى مستعدين كلجنة، بإذن الله تعالى بنجهز نفسنا للمعسكرات وعاملين معسكرين على أعلى مستوى، وإحنا طبعا شغالين أصلا، عملنا أربع معسكرات أونلاين مع الاتحاد الدولي، واحد خلص خلاص من 1/7/4/7 اللي كانت حكام النخبة، كان في 30 حكم بالإضافة ل 40 حكم كانوا مستمعين بس مباشر، بالإضافة إن إحنا بدأنا من امبارح كورس الحكام محكمات الكرة النسائية لمدة 5 أيام، بدأ من امبارح من تبع الاتحاد الدولي، يوم من 22 و23 محاضرة ومعسكر للفار أونلاين، الحكم الدولي والمحاضر الدولي علي الطريفي السعودي، وبعدين عندنا آخر معسكر بالنسبة للاتحاد الدولي لمعسكر الحكام الواعدين من 2/8 ل 5/8، ده بالنسبة للكورسات بتاعة الاتحاد الدولي. أما بالنسبة لكورسات الاتحاد المصري أو معسكرات الاتحاد المصري، إن شاء الله تبدأ من يوم 16 بإذن الله تعالى، هنعمل يوم 16 مسحة بالنسبة للحكام، وبعدين قسمنا الحكام على مجموعات بحيث إن احنا كل حكم يقعد في غرفة حتى تتبين نتيجة المسحة. إن شاء الله بإذن الله تعالى كلهم يطلعوا سالمين من خلال المسحة بإذن الله تعالى، ويطلعوا معافين بإذن الله تعالى، والمسحة تطلع سلبية. بعد كده هنجمعهم كل 2 في غرفة، على أساس إن إحنا في أول يوم بس بنبعدهم عن بعض، وبنخلي مفيش أي حد يتواصل معاهم، لدرجة حتى إن الوجبات هتطلع لهم في الغرف، مفيش هينزلوا المطاعم ولا أي حاجة، بحيث حتى نطمئن عليهم بعد نتيجة المساحات، وإن شاء الله تكون كلها سلبية. وبعد كده نبدأ المعسكر تاني يوم، عاملين كل المعسكر، كل معسكر 50 حكم لمدة 4 أيام، اضطرينا نقسم كل المعسكر ليومين، يومين ونص ويومين ونص، على أساس إن اليوم ده الأولاني اللي هو بيبقى رايح من المعسكر، لكن عشان نطمئن على الحكام بإذن الله، عشان الحكام تقعد فترة زمنية ونطمئن عليهم، محدش يختلط بحد ولا حد، عشان ما نرجعش نقول بقى الإجراءات الاحترازية والكلام ده. هل في مستحقات الحكام يا كابتن، ولا الامور كلها انتهت؟ كابتن سيف، كل بنشكر اللجنه الخماسيه، لان كل المستحقات الماليه تم صرفها بالكامل، الدوري الممتاز بالكامل، لحتى اخر 6 ماتشات اللي اتلعبوا بالفار الممتاز به كله اتصرف بالكامل، القسم الثالث كل مجاميعه اتصرف بالكامل، كل المراقبين صرفوا مستحقاتهم بالكامل، سواء الدوري الممتاز او القسم الثاني او القسم الثالث. بالنسبه للكره الخماسيه كل الحكام صرفت مستحقاتها بالكامل، الكره النسائيه صرفت كل مستحقاتها بالكامل، اللجنه الخماسيه بعتت تجيب لبس من المانيا للحكام المصريين باذن الله تعالى، ولكن نظرا لظروف الطيران، وانت عارف موضوع الطيران يا كابتن سيف، الطيران لسه فاتح، يعني وفروا السماعات ووفروا ملابس للحكام جديده، بحيث ان شاء الله كلها تكتمل، على اساس لما نيجي نبدا الدوري باذن الله تعالى او نبدا الدور الثاني، ان شاء الله الحكام تكون لابسه اللبس الجديد ويشتغلوا بالسماعات الجديده، عشان يبقى كل الامور على اكمل وجه باذن الله تعالى. واتمنى التوفيق باذن الله تعالى للتحكيم المصري واللجنه الخماسيه وكل العناصر الرياضيه في مصر، سواء
في كل التخصصات وكرة القدم بشكل خاص. السماعات جت ولا الفار هيشتغل بالسماعات القديمة؟ لا، السماعات الجديدة تم دفع مستحقاتها المالية، ولكن احنا دلوقتي منتظرين انها تتبعت في المطار وبعد كده نجيبها على طول، ولكن انت عارف ان الظروف، ظروف السفر وظروف الطيران كانت يعني ممكن ما تلحقش تبتدي بيها؟ لا، هنبتدي بيها 100%. هتبتدي بيها ان شاء الله. هنبتدي فيها بيها ان شاء الله 100% باذن الله تعالى. رايك في اداء اللجنه الخماسيه؟ اللجنه الخماسيه الحقيقه اداء مشرف، اداء محترم، ناس متعاونين جدا. مش بقول كده عشان ان انا موجود، لا، انا موجود بقالي 15 سنه في لجنه الحكام. هم ناس يعني متعاونين جدا، وناس بيشتغلوا بكل قلب، وخلي بالك شباب صغير وشباب واعد باذن الله تعالى. ولو شفنا الكابتن فضل في كاس الامم الافريقيه 2019 في مصر، نجاح كبير جدا. وشفنا طبعا في بطوله المنتخب الاولمبي والنجاح الكبير اللي حققه من خلال ان هو برضه ادى الدعم للاخ والزميل مهندس حسام الزناتي، ونجح برضه في الاختبار الكابتن احمد عبد الله، والاداء المشرف ان عمرك ما بتتكلم في التليفون الا لما يرد عليك. استاذ عمرو الجنايني يمكن انا علاقتي بيه محدوده، ولكن يمكن انا لما كلمته من 3 ايام رد عليا وقال لي جود لك وربنا يوفقك واحنا كلنا وراك. الدكتوره سحر والكابتن جمال الحقيقه كلهم مميزين. الاستاذ وليد العطار طبعا ما بننزلوش على اي حاجه الا ان شاء الله بيساعدنا بيها. فيعني الحقيقه كل المجموعه اداء مشرف، وان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، والتحكيم المصري يساعدهم ويكونوا باذن الله تعالى نكمل كل المنظومه التحكيميه ونأدي دورنا. وبشكر الكابتن جمال غندور على دوره في الفتره السابقه، وان شاء الله باذن الله تعالى احنا شهرين ثلاثه وهنسلم الرايه لاي حد يجي. يا كابتن سيف واهلا وسهلا بيه، ولكن بوجه الشكر للكابتن جمال واللجنه اللي فاتت على المجهود اللي عملوه، وكل التوفيق لكل زمايلنا الحكام سواء الحاليين او السابقين باذن الله. بشكرك كابتن وجيه، شكرا جزيلا كابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام. عايز اقول لكم ان هو الحقيقه الناس كلها محقه في حاجه، عمرو جنايني مؤدي بشكل جيد الفترة الماضية، هو واللجنة الخماسية، هو المجموعة اللي معاه بالكامل، فضل عبد الله ودكتور جمال محمد علي ودكتورة سحر. وليد العطار الحقيقة أداء رائع حتى الآن. وليد العطار على فكرة واحد من كوادر اتحاد الكرة، يعني حتى في لجنة شؤون اللاعبين راجل مثقف، راجل يجيد أكثر من لغة، راجل مطلع على اللوائح. الحقيقة وليد العطار من الشخصيات الممتازة والإضافة الكبيرة جدا 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 داخل اتحاد الكرة المصري. طالما اتكلمنا عن